أقدم فقط طال الرحيل براية الحمد التي انمالت الدنيا تلي كبيرا هل من نصيب مهللا وسط الصليب وحولك الأنصار يا منصور لا ترجو بديل يا ابن النجوم أقدم فقد طال الرحيل براية الحمد التي انمالت الدنيا تميل مكبرا هل من مهللا وسط الصليب وحولك الأنصار يا منصور لا ترجو بني من بطل مكة قائما وله عبر السحاب جحافل وقوافل تحت اللواء تجمعت وجميعها عقدت على عهد الولاء تقاتل أعدائهم فقلوبهم زهور الحديد تطاول تهتز تحت جيادهم جبهاتها ولزار واحدهم عند المساء فرسانهم ولوذ دون توانيا أرواحهم مشدودة نحو العلا ويحاولون التعاليا عند المساء فرسانهم ولوذ دون التوانيا أرواحهم مشدودة نحو العلا ويحاولون التعاليا تعدى وأي بدر تثور كالبركة سرور قوم وشؤم قوم ووارث الأوطان عروش تهوي ملوك تهوي تفر تقوم أخرى
أفئدة تهوى مسعاك يا مهدي طمعا في دعواك تلبية لنداك فأجب من ناداك يا مهدي العقل والوجدان حكومتنا الشرعية والحجة فيها قطعية نهج الطائفة الشيعية للعصمة حق الرجعية فهي حكومتنا الشرعية والحجة فيها نهج الطائفة الشيعية يا كل عاتي يا كل عاتي الوعد آتي الوعد آتي منتظر 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 والغاصب حق ولايتكم لو عاث طويلا أو عمر ستكون عواقب شقوته في قبضة حجر والأشتر تندك أمام نواظره هيمنة الشيطان الأكبر ويساق بذلة هامته مدحورا للموت الأحمر الغاصب حق ولايتهم لو عاف طويلا أو عمر سرور عواقب شقوته في قبضة حجر والأشد تندكت ويساق بذلة هامته مدحورا للموت الأحمر صلوا على محمد وآل محمد